السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون، مرحبا بكم في لايف اليوم 20 جوان 2024. وكما تشوفوا موضوعنا الرئيسي يتعلق بتوقيف الناطق الرسمي لحركة الماك إبراهيم أكسل بن عباسي اللي يعني تم هذا الصباح الخميس. نعطي كل تفاصيل هذا التوقيف اللي نبدأ من الآن نأكد أنه إجراء عادي لا تكون له ولا تابعة واحدة ونشرح بعد، يعني نفضل نبدأ من الآن نطمن الناس باللي هذا إجراء عادي جدا. نعطي كل الأمثلة اللي صارت مثل طبعا توقيف هذا حتى وين ما تكونش عنده يعني تبعات وما كان لا ترحيل ولا تسليم للسلطة الجزائرية، هذه شعر وصباح يوم شمع ما يشوفوهاش حتى في المنام. طبعا كان فيه ردود فعل سواء من طرف مناضلي حركة الماك من رئيس حركة الماك، نتكلموا كذلك عن حركة 18 مدير ولائي رئيس أمن ولائي في الجزائر وعلاش هذه الحركة هذه. نتكلموا أيضا على الرشوة وشراء الذمم اللي راه يقوم بها عبد المجيد تبون في إطار حملته الانتخابية. هذه هي المواضيع الرئيسية ديالنا اليوم. طبعا قبل ما ندخلوا في التفاصيل لابد من توجيه التحيه لكل الاخوان اللي راهم معنا، وتحياتي الى سمير نيت عيسى، سمير إديل هوم اس ار ال، الصوت ضعيف على ما اظن. الور ماذا بتقولي من الان؟ اسكو الصوت ضعيف؟ واش الجوده تاع الصوره وتاع الصوت؟ حتى نتاكدوا من فوالا بيد ما تعطوا لي خبر على الصوت. نكمل نوجه التحيه لكل الاخوان، جمال مرنيش مده ما شفناكش خويا جمال، الشريف بن زراره، يحيى 34 يقول لي لو سون اي بون، موح اقبو، زبير بن حسن 10/10، شريف بن زراره 10/10. دونك خونا اللي راه يقول لي الصوت ضعيف، دونك حتى قال بليز قال صوت مليح وصوره مليحه، دونك خونا المشكله راهو عندك ماشي عندنا. مدين فور سانكتيور ساك معنا جيم، دونك راهو مليح. نكملوا خونا سمير، ما عليك الا ان ما تبعتها لنا جهازي راك تتبع به ولا سكمو. فوالا تحيه البشير منفلوطي، عبدو الحراش، لو بون لو بون، غادي نطلع ديريكت باش ما نضيعوش الوقت. الو تحيه كذلك من فؤاد والى فؤاد داودي من الناظور، تحيه لكل اهل الناظور، حبابي ليه كثيرين. يوسف 88 يقول انا غاردا فينا اوكان سونس بيسكو لو ماك ايتي اكوزي تو كوم لو ماروك اسرائيل اورونتي لو كواج دو بورتسا دوفون تيبيو انترناسيونو افيك دي بروف تانجيب جو بونس با وي سي سكو جو في ديفلوبي خويا يوسف افيكتيفمون هذا هو الموضوع اي سا سارا ان كاموفلي دو بلوس بور لو غونغ دي فويو دالجي. تحية الكريم رشدي، محمد علي، حسين شريفي، مصطفى دحماني بطبيعة الحال، ومهدي ديرو، إلى كل الإخوان والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا على المباشرة ويتابعونا يعني بعد مسجلين، تحية طيبة وصادقة وخالصة. وندخل في المواضيع في تفاصيل مواضيع هذه الصحراء بعد جنجل.
طبعا الخبر هذا صحاف بدوره ما تمدوش والتفاصيل ما تمدهاش، وحتى باش يقولوا برك بلي تم توقيف الناطق الرسمي باسم الماك ما تمدوش، يعني بالهم كلام فارغ، حكايه فارغه راهو دارت عليهم. وبالعكس العصابه هذه كما تسمش واش دير تضرب روحها، دير مشكل روحها. البارح تكلمنا عن الفضائح اللي راهي دير فيها على الساحه الدوليه، اليوم فضيحه اخرى هو انهم هي القضيه قديمه، يعني من سنه 2021 كانوا اتهموا الماك والمغرب واسرائيل هما اللي شعلوا النيران في بلاد القبائل، وبعثوا ملف يطلبوا فيه اكسل بالعباسي الناطق الرسمي باسم الماك. اكسل نشوفوها على الصوره الى جانب فرحات مهني، طبعا كان في فرنسا، كيفاش تتهموا بلي هو شاعل النار في تيزي وزو راجل في فرنسا؟ شوف الغباء تاع العصابه هذه، شوف الغباء. طبعا الملف قديم وبعثوه وبقى يمشي وكذا منا باش يوصل من الجزائر حتى لباريس، يطلب لازم له 3 سنين ولا اكثر. المهم البارح اكسب العباسي تلقى استدعاء من الشرطه، استدعاء مش قال جاو زدوا عليه للدار ولا وقفوا في الطريق، بعثوا له كونفوكاسيون راح اليوم الصباح. واش كاين؟ قالوا له كاين طلب توقيف لانك متهم باشعال النيران، يعني نسوا الشرطه الفرنسيه على بالهم بالحكايه بايخه، ولكن فرنسا لازم الشرطه لازم يتبعوا توت لا بروسيدور هذه، يعني شيء عادي فرنسا هكذا الامور تمشي. طبعا لما خبروا على ده اتصل ب رئيس حركه الماك فرحات مهني، عينوا له محامي، مشى المحامي باش يشوف الملف، نعطيك كل التفاصيل ما عندناش يعني تاعنا، شاف الملف ملف فارغ. الان واش يدار؟ لازمهم الشرطه يعملوا بروسيدور، يعني يسمعوا اكسل واش كذا 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 كذا، هما نهار نديروا كاردا في الليل، ممكن ممكن يقدر يتلقوه في الوقت اللي نحضروا يكونوا تلقوه، ممكن يخلوه غدوا يتلقوه. المهم مش راح يحصل انه الشرطه تاع المعهد تحقيق يبعث التحقيق هذا الى وكيل الجمهوريه تاع باريس، وكيل الجمهوريه يقرر اما انه يعني شو هذه في اقصى الحالات، نعطيك اقصى الحالات، قال يحيلوا على قاضي التحقيق وقاضي التحقيق يسمع ويحطوا رهن الحبس الاحتياطي، يعني نمشي لك يعني دون بلو غراند ديكا، يحطوا رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا يبقى لا، ومن بعد يبقاو يحقوا ماشي يحقوا ما عندهمش مش ينتظروا نقولوا يبعثوا للجزائر يقول لهم السيد راه حكمناه ابعثوا لنا الملف القضائي. واش الملف يبعثوا؟ ملف فارغ، عندهم دليل انه بن عباسي ساهم في اشعال نيران بلاد القبائل في 21، ما يقدروش يبعثوا هذه لانه الراجل كان فرنسا، يقولون باللي كان يحرض وعنده ايكيب في الجزائر في تيزي وزو وهما اللي شعلوا النيران، هذه بايخه. قال عطونا الادله باللي هو حرض، ما عندهمش، ما يقدروش حتى يفبركوها ما تعديش، وبالتالي نقول لك يديروه في الحبس الاحتياطي ويبقى سيدي شهر شهرين يستنى، لانه 20 يوم هما يقول لك 20 يوم يزيد تبعث الملف، ما كاش يقولوا روح تروح ويغلق الملف. ولكن هي على كل حال اللي راح تصرى، وانه اذا وكيل الجمهوريه
يعني شاف الملف، يعني لحقوا الملف اليوم عند الشرطة الفرنسية، وكان مازال ما غلقوش. قل أطلقوه كي كثر، يقول ديروه تحت الرقابة القضائية. هذا كي كثر، قول ديروه تحت الرقابة القضائية. أوكي، ويخرج الشيء هذا اللي صار اليوم. الأكسل حسم الأمير ديزال، أمير ديزال وقفوه نذكره كامل وداروا قردابي، ومن بعد تلقوه داروا الكونترول جوديسيير وبقاو يستناو. ابعثوا لنا الملف، ابعثوا الملف، ما عندهم حتى ملف. خلاص رحت روح امير ديزاد. امير ديزاد اللي وقفوا كان مازال ما عندوش لجوء سياسي، كيما اكسل ما عندوش لجوء سياسي. اكسل بالعباسي راهو طالب اللجوء وباش يحصل عليه، وبهذا الاستدعاء شفت كيفاش اللي يكشف نوايا النظام الجزائري انهم باش يسيئوا ويأذيوا الراجل، راح يسرعوا في استفادته باللجوء السياسي. بارك الله فيهم، فريمون مخاخ مخاخ العرايا هذو. فوالا دونك يعجلوا في الاستفاده باللجوء السياسي، لانهم يبينوا بلي راهم قاعدين يطاردوا فيه من اجل قناعاته السياسيه وليس من اجل شيء اخر. نضيف انه نفس الشيء بالنسبه لامير ديزاد، علاش نعمل لك كومباريزون؟ هذه صارت في فرنسا، امير ديزاد نفس الشيء، عجلوا له اليوم راهو دا اللجوء السياسي، لانهم بينوا للسلطات الفرنسيه ان الراجل هذا راهو مطارد بسبب قناعاته السياسيه وليس لشيء اخر. وبالتالي هذا المنظر تاعهم كامل مذكره التوقف الدوليه تروح في كيل الزيت، ما تجيب والو. وهذا يدل على غباء العصابه. نعطيك امثله اخرى. مراد هنا تاع حركه رشاد، مراد هنا كانوا تهمينه بالإرهاب قبل ما يدرجوه في قائمة الإرهاب، ما يحطوه أنه إرهابي. قبل كانوا يدرجوه في قائمة الإرهاب، كانوا دايرين عليه موندا داري وكذا، وماشي الجزائر اللي كان داير عليه، فرنسا كان داير عليه. نوع الوشاية وكذا، واتهموه باللي راهو عنده ضعف في الحركات العمليات الإرهابية اللي تمت في فرنسا، وعنده علاقة مع الإسلاميين. دخل لفرنسا عند هذه الحكاية، صارت عندها واحد 6 سنين ولا 7 سنين مرت عليها، يعني مدة. وقفوه وقفوه، حقوا معاه، داروا حتى يعني في معتقل، صح، معتقل احتياطي، ومن بعد تلقوا ما راح له للجزائر ما والو. يا راح رشيد مسلي من حركة رشاد ومدير قانوني لمنظمة الكرامة في سويسرا، في إيطاليا نفس الشيء، صاب داري تعليم وذكير التوقيف، داري ذا السلطات الجزائرية كونترول سامبل، وقفوا صاب اللي راه مطلوب. ايه راح قالوا بون، حطوه في ان اوتيل متكسل ياكل يشرب يرقد يدير في التوريزم، حنا قرا 10 ايام 15 يوم 20 يوم بابليش. الايطاليين يستناو، قالوا انا السيد حكمنا عطونا الملف نتاع الروح، وقال روح تروح بينا عطونا الملف. يا كانش قالوا سمحنا روح تروح، لانه هذا الشيء كامل راهو ما عنده وين يوصل، يدل على غباء العصابه. اي مذكر التوقيف انا راه داير عليه 11 مذكر التوقيف بان عليها في انتربول، خيك داخل خارج على الحدود على كذا، نحكو الصندوق سمعت. حتى نهار اللي حطوني في قائمة الإرهاب
انا في 24 ساعه هذيك مشيت نيابة مديريه مكافحه الارهاب في فرنسا. تك تك تك، السلام عليكم. قلت انا ارهابي. هاي الجريده الرسميه الجزائريه واش تقول؟ قعدوا يضحكوا. قال لي وقتاش حنا قلنا لك؟ قلت ما بالكش، الاجهزه الجزائريه اقوى منكم، هما يعرفوا بلي انا راني في فرنسا وقاعد ندير في الارهاب، وانتم ما راكمش قادرين تعرفوا. إيه ما حقه وقفوني. قاعد يضحكوا على بالهم بلي قش في الجزائر، ما كان لا اجهزه امنيه ولا يحزن. هكذا ظلمت مصداقيه الجزائر بمؤسساتها باجهزتها، لانه على راس هذا الأجهزة وعلى رأس هذه الدولة وعلى رأس ما يسمى بالمؤسسات، لأنه لا توجد مؤسسات في الجزائر، هذه كلها تأكد على أنه هذه الجزائر يحكم فيها عراية بأتم معنى الكلمة، وهذه العراية هم أولاد حرام. مش نزيد أكثر من هذا. إذن الآن نبقى مستثنى إطلاق صراح أغسل بالعباسي بنصرين عليه والحكاية خلاصت. وهذا ما منعش أنه كان فيه ردود أفعال. أول رد فعل كان لرئيس حركة البنك فرحات مهني. شوفوا واش يقول فرحات مهني في تغريدة ديالو على منصة إكس، تويت سابق. بطبيعة الحال حركة الماك مناظرين ديالها رئيسها جاتهم هذه فرصة باش يزيدوا يظهروا على الساحة الدولية. هذا الحادثة هذه توقيف الناطق الرسمي باسم الماك يزيد يقوي الماك ويزيد يعطيها شهرة ويزيد يخلي الماك يظهر أن حركة تزعج النظام القائم لعصابة أولاد الحرام تال عرايا. دونك فرحات مهني يستغل الفرصة ويبث تغريدة على منصة إكس، هذا ما جاء فيها. واش يقول فيها فرحات مهني؟ يقول مستشاري أكسل بالعباسي تم استدعاءه يوم 20 جوان من طرف الشرطة الفرنسية تنفيذا لما يسمى بمذكرة توقيف دولية صدرت من الجزائر. وطبيعة الاتهامات الجزائرية مضحكة سمعت، وأنها تتعلق بحرائق صائفة 2021. يقول الملف فارغ، ولكن القضاء الفرنسي ملزم بمتابعة الطلب الجزائري. الأجهزة الجزائرية اللي هي أشعلت نيران في بلاد القبائل في 9 أود 2021 لتتهم الماك لتعطي يعني صبغة إرهابية للحركة، لحركة الماك. وفي نفس الوقت كان النظام الجزائري اتهم إسرائيل والمغرب كذلك بإشعال النيران في بلاد القبائل. ما عندهم حتى دليل لا ضد الماك ولا ضد هذ الدولتين. القضاء الفرنسي غيور على استقلاليته، سيعرف في نهاية الأمر ما طرح أمامه. طبيعة ما طرح أمامه منذ 3 سنوات يقول فرحات مهني، وأنا أطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حتى نعرف من هم
من يقف وراء إشعال النيران في بلاد القبائل، ومن قتل أبناء القبائل في جحيم هذا النيران. قل ننتظر بكل اطمئنان القرار القضائي اللائق بالحقيقة وبتبرئة أكسل وبالماك عموما. العالم كله يعلم طبيعة إجرام جرائم والمجرمين الذين هم في قلب النظام الجزائري. هذا يعني التغريدة تاع فرحات مهني بعد توقيف أكسل. كما قلت القضية قديمة، الملف قديم، هذا المذكرة قديمة. وهنا نسألوا، هل العصابة لها الجرأة أن ترفع القضية أمام المنظمات الدولية ضد المغرب وإسرائيل اللي اتهمتهم بالوقوف وراء حرائق بلاد القبائل في أغسطس 2021؟ شوفوا هذا بعد جينجل. هذا شيء مفرغ منه، هذا شيء معروف لدى الجميع، أن النظام الجزائري يعتمد سياسة الكذب والاتهامات الكاذبة ضد أي جهة ممكن تزعجه أو يحاول كيف يجند الرأي العام الجزائري ضد جهات يريد أن يجعل منها عدو حتى يضع نفسه في موقع الضحية وهكذا يتعاطف معه الرأي العام الجزائري. حتى كلوش نذكره في أوت 2021 النظام الجزائري كانت هم رشاد والمارك وإسرائيل والمغرب اللي هما اللي شعلوا النيران في بلاد القبائل، ونسى باللي كاين واحد كان منهم كان ملازم في الجيش الجزائري أيامات في سنوات العشرية الحمراء، شهد في كتاب نشره لسان وين يحكي كيفاش جنرال مجاهد عبد العزيز مجاهد ومعاه الكولونيل كان ذاك الوقت كولونيل سعيد شنقريحة في المنطقة الأخضرية كيفاش كانوا يشعلوا النيران في بلاد القبائل. ذكرهم في سنة 2001، يعني قبل ما نوصلوا للحرائق تاع 2021، يعني 20 سنة من قبل. أذكر كيفاش هذا الجنرال جاد الكولونيل شنقريحة يمد الأوامر باش يشعلوا النار في الغيب. الدليل موجود، هو هذا الضبط اللي كان معاهم، ماشي قال حكاولو شاف وباركش نفذ. شفت كيفاش؟ انا اللي جي 20 سنة من بعد يتهموا الماك ورشاد المغرب وإسرائيل، صح، رفعوا دعوة ضد عشرات من شباب القبائل، جوزوهم العدالة، نصرة في الحباس، الأغلبية في الحباس، ومن ضمن الناس اللي شكاوا بهم وداروا مذكرة توقف دولية هو أكسل بالعباس. هاو اليوم بين أيد الشرطة الفرنسية والقضاء الفرنسي راح يخرج كي الشعرة من العجين. ولكن هذا النظام البائد، نظام العراية، هل له الجرأة
أن يكون وفي، نقول يكون وفي لاتهاماته فقط، ما يكون وفي لحتى واحد، الاتهامات تاعو يوقف ويشد في الاتهامات تاعو ويراسل المنظمات الدولية. وكنت أنا كنت كلمت قلتها في ذاك الوقت وما دارهاش، ولكن اليوم نعاود نذكروه، قولوا لا فيكم ذرة رجولة، لا فيكم ذرة تاع شرف، ونعرف ما عندهم شرف ما عندهمش رجولة، أنذل من رجال النظام، كلمة رجال بزاف عليهم، نظام الجزائري ما كاش ما أنذل منهم، ما كاش ما أرخص منهم. ليش نقول فيها شتيمة يعني باش تكونوا على بالكم، راني نعطيك في الدليل كيفاش أنت تتهم زوج دول بأنهم شعلوا النيران في بلادك، ما ترفعش بهم دعوة أمام المنظمات الدولية، وخاصة أنك عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة. يا سيدي شاعل فيهم النار انت درك، أجبد لهم ملف ومد الأدلة، ولا أنتم كذابين ولا حرام، هذا معروف عليكم. اليوم يتأكد أنه نظام تبون وشنقريحة والجماعة اللي معاهم ولاد الحرام تاع المجرمين تاع المخابرات الإرهابية كلهم أولاد حرام كذابين سراقين مجرمين، يقطعوا في صلة الرحم، يقطعوا في أبناء الشعب الجزائري، يحرموا في التآخي بين آلاف أو لم أقل ملايين أبناء المغرب الكبير، يحرموا فيهم ودايرين حرب ودايرين فتنة بالكذب، لأنه ما عندهم الشرف، لأنه قاعدين يجوعوا في الشعب الجزائري ويعطشوا في الشعب الجزائري، لحقوا أنهم يعطشوا الشعب الجزائري. خلاهم عاد ما عندوش باش يغسلوا، عاد ما عندوش باش يتوضاو، ما عندوش باش يروحوا لبيت الراحة باش يغطوا على ذا كامل. كان الماك، كان المغرب، كان إسرائيل، كان هشام عبود، هكذا الإرهابيين، ما كانش إرهابي قدمهم ولاد حرام. شفتوا كيفاش؟ والشيء اللي يديروه كل ما يديروه ينقلب ضدهم، كل ما يديروه ينقلب ضدهم. دونك السؤال مطروح والجواب معروف، هل ولاد الحرام العرايا؟ ما نقولش عندهم الجرأة، ما همش تاع الجرأة، قادرين يقفوا عند كلمتهم إذا عندهم كلمة، وعند الاتهامات تاعهم يروحوا يرفعوا دعوة ضد إسرائيل والمغرب أمام المنظمات الدولية، وخاصة راهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، يرفعوا بهم دعوة 2021 راهم شعلوا نيران في بلاد قبائل. هذا ما نقوله، وربي يقدر الخير وسمعنا على بعضنا غير الخير. ويبقى توقيف أكسل إبراهيم يزيد يجند كل أعداء النظام الجزائري، يجندهم ويشجعهم ويوقفهم. اليوم هذا ما شفناه في وقفة تضامنية تمت في باريس في الناحية 17. نشوفوا هذا بعد أجل. اليوم في باريس أمام دائرة 17 سيتيام أرونديسمون كانت وقفة ل
عدد من مناضلي الماك وقفوا أمام الكوميسارية اللي فيها هاتف العباسي ويطالبوا بإطلاق سراح أكسل العباسي. وهذه صور عن هذا التظاهرة، تظاهرة تضامنية على كل حال. أزول في الأول يتزوالا غدا دنينية أموسون لمايك أموسوز ديه يتناقص السرتيت يتناقص تلويد مسك سلب العباسي وسي دلعب إكس ديهن أون كاروا سونين إنوسانس le Mac était innocent, le Messaxel Blabassi aussi également. Alors la justice des Français, c'est une justice indépendante. Il a le mandat d'arrêt qui est réduit les autorités coloniales algériennes. C'est une question de quelques heures à l'île. تمور تكين الجزائر تمهر سنت إكثن أميك أذا تصححي دينا مم في تيمورتي فارانيين إلى قد زرن ذاك النية أوني با طري أنسرس أنسرس أم نوغا كيد نبويا أفتل اللين وارفق غيليا أتنغم يوون أتحبس ميوون أذي اليد أذا ذكر نمي أذا ذكر نفلولوف أخطر أفريد أكيد أذا نبويا أفريد زديجن أم نوغا كيد أذا نبويا نبويتيد إوكين أذا نوضع في الليا نوارفق غيليا إيه خدمو ذا شو ذا تفغام نكون عقل أغدا أنفد السيغار لنا أنفد سيارقزن تلاوين تمو حق غيلي أذا نوض ألفغينا أم نو دوين أريك ملون أدليني تيمون انتي تمور تقضيلي أدليني ثيل اللي غيق مثلا أكسل بالعباسية أقلاغ ذا مازال ذانيليا ان ديك شي قام هذا غي دافع امور لا لا دوي ديك سفرن يمين ضرب لي نسدي يمين ضرب لي كوفريد انت تين لا كوفريد بصح اذا لا تنمر في الوقت. الوقفه هذه زادت يعني تبين انه توقيف بالعباسي اكسل ما أثر شو ما خوف شو ما يخوف حتى واحد. وعلى كل حال كما قلت الملف قديم وأكيد اليوم العصابة راهم يعدوا في سبعتهم وكلهم واش تانا بعثناه بكري كان ما بعثناهش خير لأنه في الشيء اللي لاحظوه أنه في الوقت العصابة بدأت تضعف وبدأت يعني تاخذ الضربة مور الضربة حركة الماك قاعدة تسجل في انتصارات بعد الوقوف أمام مقر الأمم المتحدة ورفع العلم القبائلي أمام المقر المتحدة وبعد زيارة الكونغرس الأمريكي زيارة الاتحاد مقر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فرحات مهني كانوا استقبال من طرف العضات البريطانيين يعني كان في بريطانيا استقبل على مستوى عالي هذا ما نشوفوه في هذا الجنيري. فرحات مهني كان قام الأسبوع الماضي نهار 8 جوان 2024 بزيارة إلى لندن وين تلاقى مع الشخصيات بارزة في ما يشبه بالبرلمان البريطاني والكونسي دي لور الأرض هذو شخصيات كبيرة نشوفوا هنا صورة لقاء تاعو
معهم في بريطانيا، نشوفوا كذلك واش قالت الصحافة البريطانية في هذا الموضوع. Le Mac poursuit son projet d'indépendance, rencontre les lords à Londres. كل ما نقولوه هو انه البريطانيين يعني اعطاو قيمه كبيره لفرحات مني. يقول لك لو بريزيدون دو موفمون بور لوتو ديتيرميناسيون دا كابيلي دو غوفرنمون بروفيزوار اون اكزيل دو كابيلي a déclaré que les Kabyles sont honorés de tenir cette première rencontre avec des seigneurs et des dames britanniques en soutien à la Kabylie et à sa lutte pacifique pour l'indépendance. هذا اللقاء تاع فرحات في بريطانيا والاستقبال النشاط تاعو في بريطانيا، النظام الجزائري ما تكلمش عليه. احنا ننتظروا من النظام الجزائري اذا راه يعني مقتنع بالشيء اللي يدير فيه، انه يطلب تفسيرات من الحكومة البريطانية، من الحكومة الأمريكية، من الحكومة الكندية، لكذلك عاطية فرحات مهني فيزا بثلاث سنين مفتوحة ويمشي وقت ما يحب. نشوفوا كل تحركات فرحات مهني باسم حركة الماك اللي الجزائر مصنفتها، النظام الجزائري مصنفها كحركة إرهابية، ما يتحركوش. من المفروض يقول لهم انتم راكم كيفاش تستقبلوا إرهابي، من المفروض تسلموه للجزائر، هذا إرهابي. وراك تشوفوا مع لي لورد ومع كذا وهو في الأمم المتحدة وهو في كندا وهو في، انتم تفرجوا، ما انا كلامكم فارغ، هذه حكايه راهو ارهابي ما كاش منها. راهو قاعد يماركي لكم، قاعد يماركي لكم، وريحوا انتم تفرجوا. ابقى كلوا شعب جزائري هكذاك، وخلي الشعب الجزائري ديرتوه كباش لدرجه انه الشعب الجزائري ما عادش يذبح الكباش، لانه ولا الجزائر ولاو كباش يذبح. فوالا الجزائريين رضيتهم كباش، في العيد ما تذبحوش كباش، لانكم كباش غاليين عليهم. الكبش اغلى من الجزائري، نعم الكبش اغلى من الجزائري، كبش اغلى من الجزائري، كبش يسوى 50 مليون 30 مليون، والجزائري اللي يخدم يخلص جمله للشهر يدير في العام 24 مليون، راه سمته طاحت، قيمته طاحت الجزائري. قيمته طاحت وراح تطيح قيمته اذا شارك في الانتخابات، اذا مشى شارك في الانتخابات، اذا ما عزفش على